رايك شنو هو مصدر الاشاعه في مجتمعنا؟ عبد عبد اسمع كلامي عوده معناه عوده بالغلط كل شيء لا لا بصفه عامه هكا نتوقع تصور فيسبوك تسكي انترنت وهم مصدر بتاع نشر معلومات بتاع الاشاعات مصدر الاشاعه من واحد يحب يولد فتنه العبيد عليها العبيد فيسبوك يعني مدخل العبيد فيه مصدر الاشاعه بالضبط هم العبيد بيعملوا في الاشاعات لحد مثال حتى لو كان صارت مشكله بسيطه ياسر في تونس الفيسبوك كبرها تريبل نتاعها العبيد كيف العبيد العبيد في مره نقولوا كلام ثم يفهم هكا حتى تبدا حاجه صغيره يعني من الجرائد توسكي معناتها معناها اللي تحب توصل مساج غلط للعباد هو المساج هيك كما نقولوا انا نقولوا لشكون والاخر يعاودوا بفصه واحده اخرى حتى لين يوصل تلقاه مساج خطير برشا. فيسبوك مش مصدر اشاعه كبير مصدر خير من اكثر من الاشاعه. فما اشاعات واضحه وفما اشاعات مش صحيحه. فما عباد تصدق فما عباد ما تصدقش. انا والحاج ما نصدقوش علاش خاطر اذا ما ريتش بعناية ما نصدقش انا لازم نرى بعناية ونشوف بعناية ونثبت الموضوع بعد نصدق ما تنجم تصدق شيء كيس سواء اشاعه كيس سواء خبر كيس سواء اعلام حتى بتاع وزين ما تنجمش تصدق خاطر من بعد جي ترى في التطبيق قال حاجه اخرى ايه انت كي تسمع حاجه واحد يقول لي يسال ويحاول يثبت فيها شيء معناتها ما يهمش بس المصدر شنو وشكون اللي قالها ثبت شويه ويزيد يسهل وبعد يصدق ولا ما يصدقش ولا يجيونا فوقنا تو برشا معلومات فما على الكوره فما على السياسه فما كذا فما برشا كذا فما كل واحد وكيفاش يرى معناها كل واحد ونيفو ديديكاسيون نتاعو كيفاش يحلل المعلومه دونك ثم ساعات معلومه تلقاها جايه من الخيال ما تصدقش ثم حوايج نجمو نصدقوهم ونجمو نبنيو عليهم ونجمو نحلوهم ما نعرفش بعيني ما نصدقش لو كيما الارهاب كان قالوا ارهاب اما شفت بعيوني اما شفت بعيوني ما صدقتش وما برافوش ما تضحكش والله كان حاجه معقوله معناها ممكن تتصدق ساعات نصدقها حاجه مش معقوله وانا مستحيل نصدقها انا قاعد نلوج على حاجه ساعات واحد يجم عنده مخ ويعرف يفرق بين الاشاعه وبين الخير صحيح العباد لازم ما تصدقش معناتها كيما يتفرجوا في فيسبوك ولا انترنت اما لازمهم يعملوا تحريات باش يصدقوا الحكايه هذه والمشكله اللي العباد ما تنجمش تعمل تحريات ما اللي يحاول يحلل هل مدى مصداقيتها يأكدها أو ينفيها. برشا ما تقرش وتيم برشا مع العباد كلهم. الباقيين هم اللي يخليو البلاد ديما تدخل بعضها فهمت كيفاش تقول. وربي يقدر خير وبركة.